العيش البلدي بتاع الفرن كنز في بيتك، اوعي تستغني عنه ابدا. هنعمل بيه قرص فلاحي بحشوتين مختلفتين، حشوة مسكرة وحشوة حادقة، الحشوتين احلى من بعض. وكل المكونات اللي هنستخدمها مكونات موجودة في بيتك، مش هنشتري حاجة من بره ابدا، وكمان مكوناتها بسيطة جدا. ده العيش اللي بنجيبه من الفرن، العيش البلدي بتاعنا. طبعا كلنا في بيوتنا العيش ده متوفر وكتير جدا. هنجيب حلة وهنحط فيها العيش ده. انا هعمل كمية كبيرة، ممكن انت تعملي كمية صغيرة حسب اللي انت عايزاه. وطبعا وصفة النهاردة بدون اي مقادير خالص. انا عندي العيش ده بتوفر بكمية رهيبة، مع اني ما عنديش بطاقة، بجيب كده بالسعر الحر وبيتوفر عندي كمية كبيرة. هنغطي العيش بالمية المغلية، تلاقي كمية العيش دي قلت خالص. بعد كده هنزود عيش لو حابين. هنجيب كده هراسة البطاطس دي ونضغط على العيش عشان ننزله جوه المية. ممكن تستخدمي الاسباتولا او معلقة خشب. بعد كده هنحط عيش كمان. العيش المحمص ده ما تحطوهوش، ما تستخدمهوش، عشان العجينة ما يكونش فيها اي حاجة سودة خالص. وكمان لو العيش جايبينه من الفرن محمص زيادة وبرضو مش هنستخدمه، عشان العجينة ما يكونش فيها اي حاجة سودة خالص. بعد كده هنغطي العيش برضو بمية مغلية. لازم المية المغلية تغطي العيش عشان يطرى معانا. وبرضو هننزل العيش كده في المية المغلية ونزود مية مغلية لو احتاجنا عشان تغطي كل كمية العيش. بعد كده هنغطي الحلة ونسيبها حوالي 10 دقايق عشان العيش يطرى معانا. بعد كده هنجيب طبق كبير وهنحط فيه حوالي كيلو من الدقيق، وهنزود عليه كيس خميرة فورية، وكمان معلقة كبيرة من السكر، ومعلقة صغيرة من البيكنج بودر، وكمان رشة ملح صغيرة. وممكن نضيف شوية لبن بودرة وممكن لا، انا زودت 3 معالق كبار. بعد كده هنقلب المكونات دي مع بعض. بعد 10 دقايق هنخرج العيش من المية المغلية، نحطه في مصفى عشان لو فيه اي مية زيادة تنزل منه. بس عموما العيش بيتشرب كل المية اللي موجودة فيه، يعني ما بينزلش منه غير كمية قليلة جدا. انا ضغطت عليه بهراسة البطاطس شوية عشان لو فيه مية زيادة تنزل. بعد كده هناخد العيش ده ونضيفه على الدقيق، وهنضيف عليه كوباية من الزيت، وكمان هنضيف عليه بيضة، وممكن ما تضيفوش البيضة، البيضة حسب رغبتكم. ونعجن المكونات دي مع بعض كويس. ممكن تعجنوها بايديكو وممكن تحطوها في العجانة تتعجن، حسب رغبتكم خالص. طبعا العجينة لسه بتلزق، عشان كده هنضيف عليها كمان شوية دقيق، والدقيق هنضيفه بالتدريج، يعني نضيف شوية دقيق ونعجنها ونشوفها بتلزق ولا لا. لو احتاجت كمان شوية دقيق هنضيف كمان شوية دقيق ونعجن تاني، والعجينة بتكون بتلزق شوية، يعني مش ناشفة قوي. طبعا عشان كمية العيش كان عندي كتير وحطيت عليه مية مغلية كتير، اخدت مني 2 كيلو من الدقيق، بس ادتني عجينة يعني كأني عجنة 4 أو 5 كيلو دقيق. يعني كمية العيش دي وفرت معايا حوالي 2 أو 3 كيلو من الدقيق. العجينة ما بتكونش ناشفة، بتكون بتلزق شوية صغيرة زي كده. بعد كده هنغطي العجينة دي ونسيبها تخمر لمدة ساعة كاملة. طبعا انا نقلت العجينة في حلة كبيرة عشان الطبق اللي عجنت فيه كان صغير عشان تخمر براحتها. كده العجينة شكلها بعد ساعة حجمها تزايد وخمرت. هنحتاج طبق فيه شوية زيت، هندهن ايدينا بالزيت عشان العجينة ما تلزقش في ايدينا واحنا بنشكلها. وهناخد قطعة من الدقيق زي كده
ونكورها ونرصها في طبق. طبعا حجم الكور بتاعه العجين ده بيكون حسب الرغبه او حسب حجم القرصه اللي انتوا محتاجينه او اللي انتوا بتعملوه. اول حاجه هنحضر الحشو الحلو، معانا شويه سمسم محمصين وشويه سكر، هنضيف على السمسم معلقه كبيره من السكر ونقلبه، وده لتزيين وش القرص الحلوه، وهنضيف على السكر معلقه كبيره من القرفه ونقلبها، وده للحشو الحلو. وممكن ما تحطوش على القرص سمسم لو ما بتحبوش السمسم. بعد كده نجيب قطعه من العجين اللي كورناها ونفردها شويه، ونحط في نصها كده شويه من السمسم والقرفه، ونلم عليهم العجينه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، ونعمل قطعه العجين على شكل كوره مره تانية. بعد كده نضغط عليها بالراحه خالص زي ما انتوا شايفين كده، وناخد شويه سمسم نحطهم على وش القرصه زي كده، ونضغط عليها بايدينا. وده لو ما بتحبوش السمسم كتير، بس لو بتحبوه كتير هوريكم دلوقتي نعمله ازاي. برضو هنفرد قطعه من العجين ونحط فيها الحشو زي ما انتوا شايفين كده، ونلم عليه العجين كده ونكورها برضو كده زي ما انتوا شايفين كده، ونضغط عليها بايدينا. بعد كده ناخد القرصه ننزلها في السمسم ونخرجها منه زي ما انتوا شايفين كده. دلوقتي هنعمل الحشو الحادق، مش هنستخدم فيه غير الجبنه القديمه فقط. هناخد كورة العجين ونفردها بايدينا، وهنحط فيها قطعة من الجبنة القديمة، بس خدوا بالكو قطعة الجبنة القديمة تكون صغيرة عشان ما تكونش حادقة قوي. بعد كده نكورها ونضغط عليها بايدينا ونرصها في الصاج. بعد كده ممكن نضغط عليهم شوية بايدينا كده عشان نفردهم كويس، وبنرصهم في الصاج بعيد عن بعض عشان بخماره كمان ممكن يلزقوا في بعضهم. ولازم قبل ما ندخل القرص الفرن نغطيهم لمدة 10 دقايق عشان يخمروا مرة تانية. بعد كده ندخلهم الفرن على أعلى درجة حرارة لحد ما القرص تحمر من تحت. بعد كده نشغل عليها الشواية عشان تحمر من فوق. والقرص الفلاحي ملهاش وقت معين للسوى، وبيكون شكلها زي ما انتوا شايفين كده. شايفين شكلها حلو جدا وريحتها كمان جميلة جدا. دي الحشوة الحادقة، شايفين ما خرجتش خالص برا القرصة، ودي كمان القرص المسكرة شكلها حلو جدا، وكمان الحشوة جميلة جدا زي ما انتوا شايفين كده. اتمنى الفيديو يكون عجبكم وتجربوا الوصفة الحلوة دي، وما ترموش العيش البايت او العيش البلدي تاني. وبالهنا والشفا مقدما، والسلام عليكم.